ما هي مقاصد الله؟ في حلقة خرافة مقاصد الشريعة تحدثنا عن هذه المقاصد، ومن بينها الإيمان بالله والرسول محمد والرسل الكافة. طبعا لم نتحدث في تلك الحلقة عن مقاصد الله، هذا هو السؤال الذي تخلى عنه أغلبية الذين يشتغلون في مجال مقاصد الشريعة. أيضا ما هي مقاصد الرسول محمد، ولماذا هو خاتم الأنبياء؟ هذان السؤالان رئيسيان كما أرى، ويجب أن يجري تفصيلهما وبحثهما، وهما الأولى بالبحث بما معنى، يعني هو يفسر لنا معنى أن تحدثني عن الشريعة، خاصة وأنها كلها مجرد اجتهاد فقهاء اكتسب أهميته من تعكسه على شرعية اتصال هذه الشريعة بكتاب الله وسنة نبيه حسب تعبيرهم، أي أن الشريعة نتيجة وليس سببا، بل نقول بشكل أوضح أنها وجهة نظر لا أكثر، ولا يحق لأحد أن يرفعها شعارا ويعتبرها أمرا لا مثيل ولا نظير له. هذا الحديث سنحاول أن نقدم له إجابة في هذه الحلقة الخاصة عن موضوع مقاصد الله. فكونوا معي أصدقائي، وأتمنى أن أسمع آراءكم، ولكي يستقيم الموضوع ولكي أقوم كل خطأ أجازف به. تساءلنا ما هي مقاصد الله، وقبلها شرحنا ما هي مقاصد الشريعة. الآن نسأل ما هي مقاصد الله، وما هي مقاصد الوحي ومقاصد الرسول، وأيضا مقاصد القرآن. هذا السؤال من هذا النمط بالتأكيد هو سؤال كبير، ولكني سأحاوله الآن تقديم فكرة أولية عنه، سأحاول بحثه بشكل عام ومبسط. وأقول الجواب ببساطة وبغض النظر عن أي تبرير وتفسير، هو البحث عن السلطة والطاعة، أن الإله يطالب بطاعته وطاعة رسوله، أي أنه أرسل رسولا خصيصا لكي يأمر الناس جميعا بطاعته. وفي البداية كان الأمر موجها نحو أهل القرى، يعني مكة والقرى المحيطة بها، لكن بعد ذلك توسع الموضوع وأصبحت رسالة للناس كافة، خاصة بعد أن انتقل الرسول إلى يثرب والمدينة، وأصبحت هنالك لديه سلطة واسعة قابلة للتمدد، فبالتالي هذا أمر طبيعي أن يتوسع المشروع، ووصل لحد هذه اللحظة الحالية الآن، وأصبح مسألة قابلة لأن يجري نشرها على الناس كافة، وهذا الأمر طبيعي. أي مشروع وأي فكرة ناجحة وتأخذ طريقها في الانتشار لابد أن تجد من يقف معها، وهذا الأمر الذي يعني كلنا نشوفه بضاعة رائجة، فالكثيرون يحاولون المتاجرة فيها ونشرها، أي على صعيد الاقتصاد، أيضا الحال نفسه على صعيد الفكر والدين والسياسة عموما. والسؤال لماذا الطاعة تحديدا؟ هذا يحيلنا إلى قضية مهمة جدا، وهي أن مسألة الطاعة هي لا جديرة بأن تطالب بها سلطة، تطالب بها دولة، تطالب بها سلطنة، أو أي منظومة سياسية أو حاكمة. فالله لماذا يطالب بهذا الشيء؟ هذا مقصد من مقاصده الأساسية، والآيات تقريبا القرآن بأكمله يبحث عن هاي الطاعة، إنما خلقنا الإنس والجن ليعبدون، هذه توضح المسألة بكاملة، وهذا يعتبر حجر الأساس للتفكير الديني الإسلامي، وأيضا حجر الأساس لأيضا الأديان الأخرى. طاعة الله هي مسألة أساسية، ويبدو أن هذه الطاعة كما بتصوري عنها أن الله هو وجد لكي تتم طاعته وليس العكس، أي أن الله
أي أن الطاعة كانت مطلوبة، فكان الإله هو الحل الذي يوفر هذه الطاعة، أي أنك يعني تضع ما تحتاجه في البداية، ثم بعد ذلك تحصل على الطريقة التي تستطيع تنفيذ هذا الأمر. كانت الطاعة بالفعل هي، إذا بحثنا تاريخيا ماذا سنجد؟ سنجد أن الطاعة وفرض الطاعة على الآخرين داخل الجماعة مسألة لم تكن سهلة، وما زالت لحد هذه اللحظة مسألة صعبة جدا. الإنسان دائما لديه قدرة على التملص والانفلاء واختراع الطرق التي تجعله متمردا على السلطة، سواء بشكل علني أو شكل سري. فبالتالي مسألة الطاعة كانت مسألة أساسية. هذا يعني بأن مقاصد الله هي مقاصد الطاعة، أول الطاعة، وبالتالي تطلع أنها الطاعة، مقاصد الطاعة، الله هو مقصد من مقاصد الطاعة، وليس الله هو الذي يطلب الطاعة. وكذلك الحال، هذا الحال بأكمله يتدرج إلى مقاصد أخرى، مقاصد الرسول، مقاصد محمد، مقاصد الوحي، مقاصد الشريعة، مقاصد الدولة. فبالتالي هي المسألة هكذا نستطيع أن نفهم ما يجري فعلا، لأن الهدف الآن هو ليس الإساءة، ولا أن نقول هذا الدين كذا والإله كذا، أو نقول هذا الإله موجود أو غير موجود، هاي أسئلة لا تهمنا. الذي يهمنا هو أن نقول هنالك شيء اسمه مقاصد. المقاصد لماذا لا يقال عنها؟ لماذا نقول مقاصد الشريعة التي هي تتعكز على مقاصد الطاعة؟ أي أن الطاعة هي المقصد الأساسي للشريعة، وفرض الطاعة وفرض القانون، وهذا أمر لا يعني ليس أمرا سيئا، بالعكس هو أمر جيد، أو أمر لا غنى عنه يعني بصراحة. يعني كيف ممكن أن يعيش الناس بدون وجود شريعة تحكمهم؟ لكن المشكلة وين؟ راح نتحدث عنها، أن هل هذه الشريعة هي مناسبة، ولماذا نفترض بأنها الشريعة نازلة من السماء؟ الآن نرجع على مقاصد الله. فبالتالي عندما نفهم مقاصد الله راح نحاول أن نقارنها مع مقاصد الشريعة والمقاصد الأخرى. قلنا أن السؤال كبير بصراحة، ولكن قلنا أيضا بأن هذا مطلب الطاعة هو مطلب كما يبدو مطلب أساسي، لكن ألا يحيلنا هذا التصور إلى أمر مهم جدا، وهو أن فكرة الحصول على الطاعة والفوز بالطاعة، كان الإنسان يحاول دائما أن يفرض آراءه على الآخرين، هذه هي نفسها التي يتمناها أي إنسان، أو بالعكس أنها أقصى ما يتمنى الإنسان أن يطيعه الآخرون. يعني كل إنسان لديه رغبة بأن ينشر آراءه أو يفرض رأيه، أو أيضا يطلب ما يشاء، أنه أنا أطلب منك أن تتبرع لي بأموالك مثلا، فهذا يعني رغبة كبيرة جدا. أنا مثلا لدي رغبة أن تطيعني وتفعل لي ما أشاء، أن تجلبي طائرة خاصة أسافر بها إلى أي مكان، ولا أتحمل أحد يرفض طاعتي. هذه مسألة أساسية. بالتالي هذا هو جوهر الأساسي لفكرة الطاعة، فكرة الخضوع لآراء الآخرين. فبالتالي إحنا الآن أثرنا على جوهر أو الأساس الذي تنطلق منه فكرة المقاصد أصلا. فالإنسان عندما يولد لديه مقاصد تلقائية، هي مقاصد طبيعية، أن يعيش، يتنفس، أن يأكل، أن يوفر له المحيط الملائم والبيئة الملائمة التي ينمو ويحقق فيها ما يشاء. وأيضا من مقاصده أن لا يموت مثلا، أن يبقى حيا، أن يتنعم بالدفء والحرارة واللطف وعشرات النساء، والنساء أيضا تتحرك عشرات الرجال. فهي أحلام موجودة عند كل إنسان، يجب أن نعترف بها. إذن فكرة الطاعة هي فكرة أساسية لتنفيذ كل ما نشاء، لكن هذا أمر لا يحصل. لهذا السبب نرى عندما نقرأ كيف يكتب الله، ما هي آيات الله، عندما نطلع عليها سواء في التوراة والإنجيل أو حتى في القرآن الكريم، نجد أن الله دائما يشتكي أو يطالب الآخرين بطاعته، ويعرف بأن هؤلاء لا يطيعونه، ولديهم آراء أخرى، ويحاولون أن يزوغون هنا وهناك، ويقول أنا أعلم، أنا أكبر الماكرين وما إلى ذلك، وأنا الجبار والعنيد، وأنا الذي أعاقب. فتجد جانب العقاب موجود في هذا
في النص الديني وموجود بشكل يعني لا يحتاج، هو موجود أي صفحة افتح بالأي نص أي نص مقدس في أي صفحة تجد خلال يعني 4-5 أسطر تجد هذه المسألة متشعبة ويعني أشبه ب يعني المادة الحية لأي نص مقدس. فلأن فكرة المقدس هي موضوعة أصلا لكي تكون أداة بيد من يطلب الطاعة، وأداة أيضا تحميه من أي تعرض له أو أي مس. هذا اللي نشوفه عند المسلمين وعند المتدينين المتعصبين يتضح بالصورة جلية. والآن ألا يكشف لنا هذا التطلع الحاد والمتكرر واللحوح على مسألة طاعة الله وبعد ذلك طاعة الرسول وطاعة رجال الدين بالنهاية وطاعة ولي الأمر مراحل من الطاعة، وهذه الطاعات كلها هي تأتي في المستوى الأول وبل قبل الأول، والذي يطغى على كل المستويات التي كل شيء يأتي تحته، ولا يأتي كما قلت في ذيك الحلقة إنه سلسلة المقاصد هي سلسلة عمودية وليست هي، كما هنالك من يطالبك دائما بأن تطيع. هذه السلسلة هي أدت إلى ما نحن فيه حاليا من انعدام لشخصية الإنسان العربي والمسلم، وانعدام لوجود يعني قوة أو طاقات متفردة لها حق بأن تعرض يعني تقدم ما لديها من أفكار ورؤى تعين الآخرين على التطور والتقدم كما يحدث في الغرب. هذا كله يكشف عن حاجة الإله الماسة لمن يحقق له رغباته، وإلا فليقل لأحد آخر ما يعكس هذا القول لا معنى على دي. فهذا يعبر أيضا أو يجعلنا نسأل بماذا هو مكتمل ومطلق. الجواب كما يبدو أنه هذا الإله هو قادر على أن يحلم ويتصور ما يجب أن نفعله، وهو بالضبط نفس المشروع السياسي. ما يكون هنالك شخص لديه حلم يضع برنامجه وعلى الآخرين أن ينفذه لأنه لا يستطيع تنفيذه لوحده. هذا يحيينا إلى يخلينا معرفة ما هو مكون الله بالذهن القديم وليس الذهن الحديث. الذهن المعاصر يقول لك الله هو خالق الكون وهو سبب الأسباب وكل شيء، هذا بتأثيرات الفلسفة التي انتشرت في القرن الأول والثاني والثالث الميلاد وحتى زمن ظهور الفقهاء المسلمين. هذا اختلطت بصورة الإله المحلي أو الإله الديني اختلطت مع صورة الإله الكوني، والناس بحيث يخلطون هذه بتلك، وأنه إله هو إله كل شيء وهو الذي خلق كل شيء. بالتأكيد هو خلق كل شيء لأنه هو مسؤول عن كل شيء. الدولة الآن هي التي تمنحك الحياة، تمنحك فرص، أيضا تمنحك العقوبات والأوامر، فهو نفس مواصفات الله هي مواصفات الدولة، والدولة لا تموت وبالضرورة الناس تموت وتنفذ رغباتها، لكن الدولة لا ترى أيضا ويستحيل أن يراها أحد لأن هي فكرة وليست شيء موجود. في النهاية الله هو ذهن خالص ويستحيل أن يكون موجودا وجودا محسوسا ماديا. هناك تفسيرات دينية هذا احنا في غنى عنه الآن، لكننا نحاول أن نفهم الطريقة التي يشعر بها المؤمن بالله أو يشعر بها كل إنسان لديه إيمان بالله. الله بالتالي هو تجريد خالص، وربما هذا هو اللي ما يجعلنا لا نصدق بوجوده بل نسلم بوجوده. والتصديق ليس التسليم، المسلمات لا برهان عليها، وهذا أمر يعني فلسفي فيه بحث طويل. على كل حال تعودنا نحن أن نقول الأمر أمر الله وإن شاء الله، أن الحكم لله خاصة جماعة الخوارج، ولا تشاءون إنما يشاء الله. هذه العبارات أنا بصراحة كانت تحيرني ولا أستطيع أن أفهم حاجتها وطريقة تفاعلها داخل من ينطق بها بقناعة عامة. طبعا بحثت كثيرا وحاولت أن أجد جواب مقنع، لكن أغلب ما يقال كان إلي عادة
أو أقرأها أو أطلع عليها، إما اعتبار هذه العبارات هي نوع من التملص من قيام بيعمل، أو توكل على إله كلي القدرة، ويعني نوع من العجز، تعبير عن العجز. طبعا الأغلبية تعتقد بأن هذه العبارات هي مفهومة، لكنها هي ليست إلا هي معتادة، لكن الحقيقة ليست كذلك. أنا ما وجد الشخص يقدم لي تفسير مقنع لهذه الأقوال الشائعة والسلوك. فابقوا وياي شوية حتى نعرف شنو الجواب. طبعا نحن كما أرى شعوب تعودت التخلي عن مسؤوليتها عن أي شيء. فطالما نحن دائما نسأل كثيرا لماذا نحن متخلفون، ووقت نفسه يرتكب شيوخنا وقادتنا حال، ومع هذا لا تجد أحدا يعترف بالخطأ مطلقا. كنا نتذكر أقول حتى بحياتنا المعاصرة لم نجد رجل يدينا يخرج ويعترف بخطأ، ولم نجد ناس تخرج تتحدث عن شيوخها بطريقة أو تنتقدهم على أي تصرف. يعني هم شاطرين من انتقاد الأطراف الأخرى أو المعادية أو التي هم في خلاف معها، أما داخل الجماعة لا تجد أحد يختلف مع آخر، والكل مقدسين بالنسبة لهم. كنا نتذكر صدام حسين في حلبة المحكمة، كان أكو هنالك ملايين متعاطفين وكلنا أيضا نتذكر قاتل الطفلة هاي الشابة نيرة الفتاة المصرية، طلعت عنها أكثر من حلقة، وكيف تعاطفوا معها مع القاتل، تخيلوا. وأنا أعتقد أنه اكتشفت السبب، هو نفس السؤال مالتي، ليش إحنا يعني نكرر هاي العبارات إن شاء الله وتوكلنا على الله وما لا ذلك. السبب هو أنها ما نريد نتحمل مسؤولية. يعني إحنا أتقننا لعبة الغميضة هاي بشكل جيد، وهو دائما ندعي مثلا إحنا مؤمنين بالله ورسوله أو مؤمنين بالمسيح إلى آخره، لهذا دائما نلقي عتب على الله وعلى الأنبياء وعلى كل طرف آخر، ولا نلقي باللوم على أنفسنا. معنى هذا أنه هؤلاء الآلهة وهاي الأنبياء وهاي المقدسات كأنما وجدت لكي تكون حائط المبكى الخاص بنا، وأننا لسنا مسؤولون عن أي شيء، وأن ما حدث هو بسبب هذه أن الله هو القادر على كل شيء، هو سبب الأسباب، وهو كل ما نستطيع أن لا نستطيع أن نتغير، لأن الله 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 قادر، يعني الله راد. يعني إحنا شو بنعمل؟ من نكون نحن أمام الله وأمام مشيئة الرسول؟ وهكذا هذه الفكرة خلتنا ناس اتكاليين ولا نعتمد على أنفسنا وغير مسؤولين عن أفعالنا، وحتى إذا حدثت هذه الأفعال فعندنا تبريرات لها. فبالتالي احنا بالنتيجة اصبحنا ما نحن عليه، وراح نشوف بعد ذلك نتائج هذا القالب الذهني الموجود لدينا والذي لا نشعر به بالمناسبة. انا احاول الان يعني افكك نمط التفكير العربي المسلم وايضا المتدين في هذه المنطقة بغض النظر عن اي دين. الامر الاخر المهم ان هاي الآلهة اللي ليش خلينا احنا نفكر بهاي الطريقة، هاي الآلهة اللي تم اختراعها أو إيجادها لكي تكون البديل الذي يتحمل المسؤولية. الظاهرة أنه هاي الآلهة لها مواصفات دائما غير قابلة للرد، يعني هاي الآلهة غير موجودة، لا ترى، لا أحد يراها حتى يحاسبها وحتى يسألها شنو الموضوع، ولا يمكن القبض عليها. يعني تقبض على صدام حسين اللي مسؤول عن مقتل مليون شخص، لكن يقول لك هذا أمر الله وهذا الدين، هذه أوامر الله والدين، وأنا جايب المصحف يعني كل شيء عادي وكأنه لم يفعل أي شيء، وكأنما الأوامر التي أصدرها هي ليست وحي من الله، إنما هنالك المسبب الأول الذي هو صاحب الأسباب وصاحب كل شيء. فكيف نحاسب الله؟ هو يعني يطلقك في مكان فارغ، يعني تمسك مين؟ يعني ما لا شيء تمسكه، وحتى إذا دعيت أنك تمسكه سيقال لك أنت مجنون. المحصلة صار كل شيء مقدس، الدين مقدس، الشريعة مقدسة،
الله طبعا هو قدس الأقداس، الصحابة مقدسين. يعني هذه فكرة أعتقد ما أحد تفطن إلها، لكن ممكن أن نبحثها ونجد نتائجها ونحلل ما يعني ما تؤدي إليه. والآن ما الفرق بين مقاصد الشريعة ومقاصد الله؟ أقول الفرق كبير وخطير جدا. أولا أن مقصد كل منهما ليس بالضرورة متطابق، فقد يكونان متعارضان. يعني فمن يضمن أن الله مثلا يوافق على مقصد طاعة ولي الأمر، ومن يضمن أن الله أقر فكرة أن الدين صالح لكل زمان ومكان، وأن الدين والشريعة بالمعنى الشائع نفسهما كانا مقصد الله. يعني هاي الدين والشريعة وكلمات، لكن من يقول الدين معنى الدين في القرآن الكريم 9 معاني، فما نعرف وهل هذا المعنى العربي. طبعا المعنى الأصلي اللي القرآن هو وجد في محيط آرامي سرياني، فما نعرف هناك معاني أخرى. العبرية الدين معنى القضاء وحدة المعاني وهكذا، فمن يقول هاي كان مقصد الله؟ هذا يحتاج بحث، بحث كبير طبعا. ثم ثانيا، من قال أن الله أقر أن السنة النبوية هي وحي هي الأخرى كما يدعى السلفية؟ إنه القرآن وحي والسنة النبوية أيضا وحي، هذا الكلام لا معروف، لكن الناس لا يعرفون هذا الكلام. السنة النبوية وحي، لهذا شوف أنه يستاءون عندما يجي أحد يتحدث عن صحيح البخاري، وحتى اللي يتحدثون عن صحيح البخاري يعرفون هذه القضية، بس أو ما أعرف يتغافلونها، والله ما أعرف. اللي يتحدثون عن القرآن والقرآنيين يتغافلون عن هذه الحقيقة، هم ما أعرف، وعرفون تماما أن القرآن ما بيتشريع، وأنه 15% من القرآن تقريبا بدعاء الجندي قال هو الدين 15% يعتمد على القرآن، الباقي كله على السنة. أيضا من قال أن الله هو هذا الذي أرسل هذه الآيات؟ من قال أن السنة النبوية هي مساوية لآياته في القيمة؟ هذا بالنهاية هو اجتهاد فقهي عقائدي لا أكثر. أيضا ثالثا، من قال أن حق التشريع منوط بالرسول الكريم؟ لماذا نقتدي بالرسول؟ قال وما أنا إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني ويعني أنا لست إلا رسولا. فأكو آيات تؤكد وأكو آيات لا تؤكد، هناك تعارضات في الموضوع، لكن عموما هذا يعني يحتاج التفسير. رابعا، ما معنى الطاعة؟ أقول لك أنه يجب من طاعة الله ورسوله. ما معنى هاي الطاعة؟ ما المقصود بالطاعة؟ هي طاعة الحاكم؟ هل الله هو حاكم أو رئيس دولة؟ هل محمد هو رئيس دولة؟ وما هي الدولة؟ وما يعني لماذا أطيعه؟ أو حتى لو افترضنا وجود طاعة، فالرسول توفى، وما علاقتي أنا عندما يصدر شرع تشريع مثلا رجم الزانية فرضا؟ يعني شو يصير إذا طلع قانون ثاني؟ هو أمر قبل 1500 سنة، شو يصير يعني؟ لماذا يبطل ديني بأكمله مجرد أنه موضوع بسيط مثل هذا واحد خالفه أو طلع تشريع جديد وانتهى الموضوع؟ شو المشكلة يعني؟ شنو المشكلة البيرة مثلا حلال تصير؟ ما الضير يعني إذا بها مصلحة للناس؟ يعني هاي ما راح تنقلب الدنيا يعني. هو الدين بأكمله واقف على هاي المسألة؟ هذه مسألة حولوها رجال الدين إلى بهذه الصورة. أنا أطرح أسئلة والبقية لهم أن يجيبوا عليها، ومن حق أي واحد يطرح أسئلة، لا أحد يستطيع منعي أو منع أي شخص من طرح أسئلة، وإن لم أطرحها أنا سيطرحها غيري كثيرون، لن نتخلص من هذا الموضوع في الاستنكار والاحتجاج. المهم خامسا، أن مقاصد الشريعة كما نرى أنه ناس تأخذون شهادات وصارهم 50 سنة يشتغلون مقاصد الشريعة، جاية هاي المقاصد غطت على مقاصد الله، أصبح الدين بأكملها عبارة عن مسألة يعني مجرد فقه مو أكثر. بل ما هي مقاصد محمد؟ محمد بالمكة قال أنا أدعوكم إلى الله فقط، مش ما أريد بعد. لماذا أصبحت هاي المقاصد هي مقاصد الحكام والفقهاء؟ لماذا احتل الفقهاء ورجال الدين في عصرنا الحالي مكان محمد ومنبر محمد؟ ما
من أجاز لهم هذا الحق؟ وحتى لو احتلوا هذا المكان من أجاز لهم أن يقولوا أننا نتحدث بلسان الرسول وبلسان الله؟ لماذا لا يفصلون بين الأمرين؟ لماذا الأتباع لا يفصلون بين الأمرين؟ هل هم جهلة؟ لا مو جهل، يعرفون الحقيقة، لكنهم تعودوا الخنوع. وأدي حلقة راح أطلعها عن الإدمان الديني. هؤلاء تعودوا الخنوع وصار الله والرسول وكل الدين بأكمله هو عبارة عن رجل الدين، هو هو الرسول الحقيقي، يعني هو الوسيط بين ما يتحدث عنه من آلهة ورسل وملائكة وكل أهلها والمواطنين المساكين الذين عليهم أن يتبعوا هذا الإمام أو الشيخ. هاي الحقيقة، حقيقة هذا الدين بأكمله هو الذي يأخذونه من الشيخ. الآن تصير مشكلة أنه هذا الدين، هذا الشيخ يكذب عليهم، يقولهم الدين هو كله تسامح ومحبة وحلو ولطيف وما بي أي شيء، لكن بالحقيقة هذا لي. ويقولوا ما، فعندما يأتي تطلع مشكلة مثلا، لك مثلا مشكلة ذبح يهود بني قريظة مثلا، أو زواج من صفية قتل أبوها وأخوها والزواج من أتى، وكثير من التفاصيل المحرجة للمسلمين، لك لا هذا مو الدين الصحيح. هو شنو المشكلة؟ وطلع بالعكس، هو هذا الدين الصحيح اللي يعرف رجل الدين واللي يخفي وما يتحدث عنه، والدين غير الصحيح هو اللي يدعي عدم وجود الناس البسطاء. الناس البسطاء عندهم صورة وردية لطيفة عن هذا الدين، لكنهم بالحقيقة ويعتبرونها هي الدين الصحيح، لكن بالحقيقة هي غرست في رأسهم هذه الصورة. ويعني الدين الصحيح هو الدين الذي يعتقده الناس فعلا، لكن هذا الدين غير موجود لا بكتب التراث ولا بعمل رجال الدين ولا بذهنهم ولا بمدارسهم على الإطلاق. الدين الصحيح هو عد الناس، وهذا اللي يجب أن نتبعه. أنا أقول الناس الصورة اللطيفة عن الدين يجب أن نتبعها. رجال الدين هم الذين يكشفون الدين الحقيقي في لحظات الحرجة، لما يوضعون أمام على المحك. فبالحقيقة علينا أن نتبع هذا الدين البسيط لدى الناس، هو هذا الدين الصحيح. أما نروح نتحجج بالآيات والسنن فهذا ما يفيدنا. مهم، حتى أختم كلامي أقول إن مقاصد الشريعة غطت على مقاصد الله بل وهو مقاصد محمد. وكما أقول بأن لاحظ أن الله موجود بالاسم فقط في مدارس الشريعة، وأيضا في أغلب يعني أغلب هاي الشريعة قائمة كما نعرف على مرويات شفاهية تناقضها أجيال بعد قرنين من الزمن. القسم الثاني من الحلقة راح أتحدث عن أن الله هو المسؤول. نحن نقول أن الله هو أن الأمر أمر الله، وهذا وأن الله هو سبب كل شيء، وحتى يعني لا شيء يخرج عن إرادته وسطوته، أي أن أنه هو المسؤول عن كل ما يجري، وحتى الكافر يفعل ما يفعل باسمه. هذا نتيجة كانت، هذا سمح لأي إنسان شرقي مسلم أو غير مسلم أن يفعل كل شيء، وهو نفس هذا الشرقي اللي منع من أن يصبح إنسان يقيم منظومة من الأفكار والعلاقات اللي يمكن من خلالها أن تتطور هذه الأفكار وتنتقل من جيل إلى آخر، وبما يسمح بحدوث تراكم معرفي. هذا اللي خلينا نعرف لماذا لا نجد أن مفهوم السببية مقتصر على الله فقط. وهذا يفسر لنا أيضا لماذا يظهر لدينا أنبياء، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة للتدخل في الأسباب أو ادعاء قدرة هؤلاء الأنبياء على تنفيذ أوامر الله، وهذا هو الله نفسه اللي يعرف واحدة أسباب ما يفعل. إحنا نربط هذا كله، هذا القول نربطه اللي مع مقولة المقاصد، وهاي المقاصد هي مقولة قائمة على يعني على صلة بمفهوم السبب والنتيجة. من هنا نعرف أن معرفة المقاصد هي أمر غير مطروق في الذهن العربي الشرقي، يعني قبل الشاطبي بالأندلس، مو منطقة شرقية. فالمقاصد لا أحد يسأل ما هي المقاصد، المقاصد خلص طاعة الله وانتهى الموضوع، انت ليش تعرف؟ فأجت المقاصد سوت مشكلة. وحتى الشاطب عندما تحدث عن المقاصد تحدث عن المقاصد اللي هي نفس الشريعة، اجوا الآن بالعصر الحديث يحاولون يقولبوها ويحدثون، يعني يجدون أسباب ومنطقية للدين ومعقولة، لكن هي لا علاقة لها بالدين والشريعة الأصلية. هذا حديث راح أكمله في حلقة مقبلة، وأتناول بما
يعني المنظومة العقلية أو العلوم العقلية في الحضارة الإسلامية قديما وإسلاما وحديثا، واتطرق إلى موضوع السببية والإمام الغزالي والصراع بين الفلاسفة والفقهاء المتكلمين يعني معتزلة وشاعرة حول موضوع السببية وما إلى ذلك. شكرا جزيلا، وأشوفكم في حلقة قادمة، ومع السلامة.